في الاهلي بقى انا بص كمان للنادي الاهلي، لا انا عندي برضو احسن عناصر مختلفه داخل قاره افريقيا. مظبوط، بطل افريقيا، بطل ثلاثيه في الموسم اللي فات، بمثل القاره كلها في كاس العالم للانديه، وانا الممثل الوحيد للكره المصريه لحد النهارده في البطوله دي. فاعتقد انه انا برضو تاريخي يسمح لي ان اتفائل قوي بضربه البدايه ان شاء الله، وانه الاهلي يقدم مباراه كبيره ويصعد للمباراه اللي بعدها ان شاء الله. ودايما انا في اعتقادي الشخصي ان شاء الله المباراه الافتتاحيه دايما المباراه المهمه جدا، يمكن مش اهم مباراه الا لو انت رحت المباراه النهائيه، لكن مباراه مهمه. يعني الحين بنتكلم على فريق محترم، لكن مقارنه كمان بتاريخ النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي قادرين باذن الله ان احنا نعدي، ولما نعدي هنقابل البايرن. وخلي بالك يعني انا لو كنت بلعب اتمنى اقابل البايرن، مباراه عظيمه، مباراه مع ابطال العالم. فيعني اعتقد دي كمان دي حوافز للاعيبه النادي الاهلي، ان حتى في مباراه الضحيه ما بنفكرش في البايرن، لكن ده حوافز ان انا لو كسبت هلعب مباراه عالميه يعني.